كن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك أثر جميل. فما نحن في الدنيا إلا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحيل. فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تحزن على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، وعش حياتك في طاعته تجد كل ما فيها جميل. ولا تبك على زمن ضاع عمرك فيه، ولكن ابك على صاحب خاب ظنك فيه. يا ربي إني فعلت المعاصي والذنوب، وعندما رفعت صوتي إلى السماء فتحجبه الملائكة، ثم خدت في العصيان، فعندما تذللت إليك فأنت القائل: يا ملائكتي لا تحجبوا صوت عبدي عني، فقد علم أن له إلها يغفر الذنوب جميعا. سبحانه وتعالى اصطفى قلوب عباده ليعلم أنه تواب. أما سمعت عن ذلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، وأشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، وأعترف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو لب الألباب، وعلى جميع أصحابه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى الفاروق عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب، وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الثواب، وعلى علي البر الذي لما يتلى سورة الأحزاب. وأصلي وأسلم على من ختمت برسالاته الرسالة وفرح به الأرض والسماء بمولده، صلاة وسلاما على النبي الكامل والسراج الشامل، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والموقف المشهود، سيدي يا رسول الله، وأنا واقف بين يديك، ماذا أهدي إليك؟ وكل شيء قليل عليك، ولم أجد إلا الصلاة عليك. فاللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نكرم فيها رمز الأدب والواقف في كل مكان، الذي عاش في معية القرآن الكريم، وعاش في معية العلم والعلماء، عاش الحياة بحلوها ومرها، وصبر على مرضه، كان نعم الزوج لزوجته، ونعم الوالد لأبنائه، ربى فأحسن التربية، وشهد هنا الجميع له بالخير. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاتر على قبره، وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومشاركة إلى أسرة الفقيد الراحل الحاج سليمان عبد الله الأقرع، مشاركة لأسرة الفقيد الراحل الحاج سعيد سليمان الأقرع، حاج فرج سليمان الأقرع، الأستاذ عبد الفتاح سليمان الأقرع، أستاذ أحمد سليمان الأقرع، وجميع عائلات الأقرع وأنسابهم وأقاربهم بمركز سمنود، يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير. بمركز بسيون يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائلة علمين
عين من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، شرط بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في الساعة 9:15 في الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، والذي سنسعد به أيضا في فجر الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرب. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز كروان محافظة البحيرة وسفيرها الدائم في أرجاء العالم الإسلامي كله والمقيم بإيتاي البارود فضيلة القاري الشيخ السيد الهضبي. أخوة الإيمان والإسلام، ولن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والعلم الإذاعي الشهير الدكتور عبد الناصر حرق، سيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل،
متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله يكادون يفقهون حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلم
أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله سنة فمن
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يطع الرسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون ويقولون طاعة ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون
فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن
وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
فإذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الله لا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. حقا ومن أصدق من الله حديثا فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفائهم فتطوعت مسكا يفوح بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا فسبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي كانت من سورة النساء وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها رمز الأدب والواجب في كل مكان. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاطر على قدره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي ملك المقامات ومحرك القلوب والأكثر شعبية دولية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ الذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في هذه الليلة في الأمسية الدينية في الساعة 9:15 عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم والذي سنسعد به أيضا إن شاء الله تعالى في فجر الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.
مشاركة مع الهندسة الصوتية والمعرض الفني للإضاءة الحديثة بسرعة ضيافة المتنقلة والشركة الكهربائية الكبرى أضخم محطة ديزل الكبرى أضخم الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة أولاد الحاج سيد حماد أولاد الحاج سيد حماد المقيم من بقرنشو ومشاركة مع إمبراطور التصوير الأول محافظة الغربية المهندس إبراهيم عوض أولى المصور الحفلات الدينية والمقيم بمدينة طنطا أسرة الفقيد الراحل حق سليمان عبد الله الأقرع تقدم أسرة الفقيد الراحل المرحوم الحق سعيد سليمان الأقرع عمدة قرنشو حق فرق سليمان قرنشو أستاذ الحق فرق سليمان الأقرع الأستاذ عبد الفتاح سليمان الأقرع والأستاذ أحمد سليمان الأقرع وجميع عائلات الأقرع يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.